بسم الله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا اجعلنا مفاتيح خير ومغلق شر، امين يا سيدنا يا منعم يا كريم. اما بعد، السلام عليكم. الله اكبر، ولا حول ولا قوة الا بالافضل الاقدر سبحانه وتعالى. نمر الى الآية التالية، اي الثانية في سورة المنافقون. اتخذوا ايمانهم جنة، شو محمقهم وما اغفلهم. اتخذوا يعني سلوكهم غير صحيح في شيء. وعندنا التوانسه من النوع هذا بزاف، الحمد لله اللي ربي جعل التوانسه من اعز الناس، اللي على خاطر امومه وهبط سخطه كبيره ياسر. جات سخطات، انزلاقات، سخط المجاعه، الفقر والمذله في الاقوى عند الامم، ونهار كله ما يتسلب، ونهار كله ما عند ربي، ما نتاع ربي ما عندوش متاع يقلل الاحياء. انت عربي بربي يا السعودية، يا لا سعودية، وتقول يا سعودية، انت ربما تحس منها السعودية. وانا رينا تو الايام اللي تنبئ بكارثة للحكام الهمام، رغم اللي فيهم حكام انا نذكرهم الا بخير بفضل الله، ليسوا سواء. نحمد الله تعالى ومشرة والكلاب الكلها اللي مرضت على النفاق، احنا تحط على النفاق العائلة من يدورت لحد الآن، الذين مرضوا على النفاق لا حصر لهم، والله فقط يحصيهم ويعلمهم، وإن لم يتوبوا فالحساب يكون عسير، وسيناقشون فيه من طرف الرحمن، نسأل الله السلامة.